كنت لسه بشيد بلجنة الحكام المصرية أتحدث عن خطوات إيجابية واضحة وملموسة إن شاء الله تترجم في أرض الملعب الموسم اللي جاي. شفنا بعض الملامح وبعض البشاير الموسم الماضي، خد بالك رغم ما كان موجود من بعض المشكلات والشكاوى من الأندية والكلام ده كله، بس الموسم اللي فات المشاكل كانت أقل بكتير، تحديدا مع نهايته أقل بكتير، ممكن عشان المنافسة كانت بقى شوية، بس برضو عشان ندي الحق لأصحابه الأخطاء قلت. في أخطاء؟ في أخطاء، ولسه كنت بقول لك من شوية الدوري الإنجليزي بادئ أهو بقاله كام أسبوع، وفي أخطاء وأحيانا بتبقى أخطاء كارثية بتحصل، بس المهم تبقى قليلة ما تبقاش كتير يعني. معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام المصرية. كابتن محمد مشرف ومنور. ازيك يا ملك يا كابتن كريم، والله وحشني كتير جدا وعاجبني كلامك يعني المتزن. يا حبيبي وحشني برضه يا كابتن محمد، وعارف ان احنا سهرناك، انت كان عندك مجهود كبير النهارده، بس بشكرك ان انت داخل معانا النهارده توضح كثير من الامور. اديني نص ساعه عمال انام والله وفوق نفسي. صباح الفل صباح الفل. كابتن محمد، تشكيل جديد للجنه الحكام ووسط انباء واسماء كثيره ترددت، ومن داخل ومن خارج ومن مشي ومن موجود، ازاي توصلتوا لهذه اللجنه وتوقعاتك لهذه اللجنه ونجاحها ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله يا كابتن. اكيد طبعا اللي جوه او اللي بره كله بينبغي يعني كله ليه هدف واحد، ان هو يكون مصلحه التحكيم رقم واحد قدامه. مش هيفرق تكون موجود في منصب او بره او بره. ده هو الاختيار. طبعا الاسماء دي كلها طبعا يعني كابتن او مستر ديريرا كان الراي الاول والاخير في انتقاء هذه الاسماء، وده لا يقلل من الاسماء اللي موجوده بره، كلها شخصيات كبيره وشخصيات عظيمه يعني. هو اختارهم على اساس ايه يا كابتن محمد؟ هل هو كانت فترات معايشه وخبرات، ولا هو قعد معاهم انترفيوهات واتكلم معاهم، ولا تم اختيار الاسماء كلها زي، عشان انا متوقع انه اكيد مش شرط يكون عارف كل الاسماء يعني. لا هو يعني اكيد قعد معاهم كابتن طبعا مره واثنين يعني، مش يعني اكيد قعد معاهم مره واثنين وفي الاخر خد قرار. خد قرار. طيب انا من شويه كنت عرضت حاجه كابتن محمد، وحابب انك تشرحها لي اكتر. تصنيف الحكام، يعني احنا بنتكلم، كنت لسه عارض من شويه المستوى الاول، تصنيف المستوى الاول اللي هي الحكام اللي هيديروا ان شاء الله مباريات الدوري الممتاز، ممكن تشرحها لي بشكل اعمق او نفهمها بشكل اكبر يعني؟ واعرضها لي يا جماعه برضو، كابتن محمد بيتكلم عشان نشوفها معاك. طبعا عشان تصنيف الحكام هم ست مستويات. في ثلاثه هيلعبوا في المناطق، وفي ثلاثه هيلعبوا مع اللجنه الرئيسيه. المستوى الاول والثاني والثالث. المستوى الاول هيبقى الدوري الممتاز، المستوى الثاني هيبقى المحترفين، المستوى الثالث ممتاز ده. فاللي حصل طبعا في التصنيف نزل، اللي كان مرشح لاي تصنيف ما كان، كان عباره عن ترشيح فقط برضه، عشان في ناس افتكرت انك مجرد ما بتروح تصنيف الدوري الممتاز او المحترفين او الممتاز به او القسم الثالث اللي هيتعمل له برضه نفس الكلام معسكرات، هو ده عباره عن ترشيح. الترشيح ده يحتمل ثلاث حاجات، انك ممكن تروح المستوى الاعلى او تفضل في نفس المستوى او تنزل المستوى الاقل. ده بناء على اختبارات نظريه وعمليه، ودي المعايير اللي هو مستر ديريرا حاططها في اختيار الحكام للمستويات. طيب بطبيعه الحاله كابتن محمد، اكيد في حكام زعلت، في حكام كان نفسها، وفي حكام عندها طموح زي لعيبه الكوره كده اللي بيبقى في الناشئين عايز يطلع فريق اول وهكذا يعني، لو ما طلعش بيتضايق. ازاي بتتعاملوا مع الوضع ده بقى دلوقتي؟ اكيد طبعا يا كابتن بيبقى اي نظام برضه بتبقى ايجابياته واكيد بتبقى فيه سلبيات اكيد. صحيح. خلينا نتفق يعني، خلينا يعني نتكلم بمنتهى الصراحه ومنتهى الامانه. لكن احنا يمكن قلنا ان احنا نعمل مستويين تاني زياده، عشان ان في بعض الحكام ما لعبتش. طب هو ذنبه ايه ما لعبش مثلا؟ فاحنا قلنا للمناطق، قلنا الحكم اللي عندك او المساعد كويس رشحه وبعته. من خلال المعسكرين دول هتقدر توصل لبعض الحكام اللي انت ما شفتهمش او اللي هم ما لعبوش قبل كده. وده اللي احنا بدانا نحط معسكرين زياده دول، عشان الحكام اللي ما لعبتش ومناطق المناطق عندهم بتميزهم، او هم مثلا على مستوى عالي جدا واحنا ما نعرفهمش، دول هيرشحوا لنا، ويكون في معسكرين 50 و50 بواقع 30 مساعد و20 حكم هيكونوا موجودين برضو من ضمن المعسكرات. طيب واحده من اهم الحاجات اللي كان عليها ملاحظات الموسمين اللي فاتوا يا كابتن محمد هي تقنيه الفيديو، وبعض الملحوظات هي ما لهاش علاقه بالحكام نفسهم، ليها علاقه بالتصوير وليها علاقه بالكاميرات وليها علاقه بتفاصيل اخرى كثيره، والتقنيه نفسها وتطورها وما الى ذلك. هل اتكلمتوا في هذه الامور؟ هل الامور دي اتحلت ولا لسه بتتكلموا في هذا الامر بحيث ان الحكام ياخدوا حقهم كمان في الملعب؟ اكيد طبعا يا كابتن، واحنا ماشيين في الخطوات دي كلها، ويمكن في نفس التوقيت في معسكر معمول وفي خبير موجود
من خارج مصر موجود بحكام تقنيه الفيديو، والمشاكل اللي انت بتتكلم عليها دي احنا فعلا في طريقنا ان شاء الله للحل، عشان نبدا الموسم الجديد ان شاء الله. ويمكن مش عايز اقول كل المشاكل، بنسبه كبيره جدا تكون المشاكل تم حلها. طيب واحده كابتن، اتفضل اتفضل يا كابتن عايز. شويه المشاكل الاداريه او الفنيه، اي الاداريه دي بقى الحته او الجزئيه بتاعت، انا كنت لسه بتكلم قبل حضرتك تخش، مش عارف سمعت ولا لا، بس يعني انا كنت بتكلم دايما ان احنا عشان يا جماعه نحاسب الحكم ونقول له انت غلطان وان انت مش مركز وان انت عملت خطا، الراجل ده لازم يكون واخد مستحقاته كامله وما عندوش مشاكل في الفلوس. انا من زمان انا متصور من ايام ما حضرتك كنت بتحكم ومن قبلك كمان، دايما الحكم المصري مستحقاته متاخره شهر وشهرين و10 وكتير. هل الامور دي ينفع يبقى ليها حلول جذريه ونخلص منها عشان ما نسمعش دايما ان الحكام متضايقين وزعلانين؟ طبعا انا معاك ان طبعا ده حقهم، ويمكن الوقت اللي فات لما كانوا بيتكلموا لهم انا كنت يعني متعاطف معاهم جدا، لده دي حقوق ناس يعني. طبعا هذا الكوره بدا ياخد خطوات، يمكن خلينا نقول ان خطوات متمثله اولا في القسم الاول اللي هو الدوري الممتاز، اتوقع ان هي خلاص انتهت تماما، لان هيبقى الفلوس راحت الرابطه ويبقى الصرف من الرابطه كل شهر خلاص بالماتشات. فاتوقع ان الدوري الممتاز مشاكله انتهت، لان الانديه بتدفع الفلوس. هيبقى دلوقتي القسم الثاني والثالث والناشئين او بطوله الجمهوريه دي الانديه بتصرفها خلاص دلوقتي. فان شاء الله مع بدايه الموسم الجديد يبقى الصرف شهري سواء للقسم الاول او الثاني او الثالث، وده اللي احنا بنتكلم عليه من دلوقتي، وده اللي احنا مش عايزين نكرر نفس التجربه بتاع السنه اللي فاتت وتبدا المستحقات شهر ورا شهر ورا شهر، لغايه ما اتفاجئنا ان هي 30 مليون. لو اخرت مثلا شهر او شهر ونص بالكثير هتقدر تلم الموضوع، وده اللي احنا مركزين مع مجلس اداره الاتحاد بصراحه، يعني كل الشكر لمجلس اداره الاتحاد استاذ وليد العطار، الناس دي كلها مسانده بمنتهى القوه. ولسه استاذ وليد كان وعد من حوالي اسبوع في معسكر الحكام مع بدايه الموسم الجديد ما يبقاش في اي حكم خالص ليه اي فلوس متاخرات، لان لغايه دلوقتي فلوس الدوري الممتاز لسه ما صرفتش، وفلوس الرابطه وبعض فلوس من القسم الثاني يمكن متاخره شويه برضه. فان شاء الله مع بدايه الموسم الجديد الحاجات دي كلها تنتهي ان شاء الله. طيب في نقطه كمان وفرصه وانت معايا يا كابتن محمد، نقطه تهمني انا كمشاهد وتهمني طبعا كل جماهير الكوره في اوروبا مثلا وتحديدا في انجلترا، الحكم لما بيطلع كارت احمر مثلا للاعب ولا بياخد قرار ضد لاعب، تمام، اللاعب ما يقدرش يقف معايا اكتر من 4 5 ثواني، وبعد كده اللاعب ده ما بعد المباراه بيتم ايقافه لانه اتاخر في الخروج، اتاخر في الاعتراض على الحكم، تفاصيل كثيره. هل دي بتطلبه من اتحاد الكوره انه يحط فيها لوائح واضحه او من الرابطه او المسؤول، يعني انه الحكم يبقى محمي في ارض الملعب، مش كل شويه واحد وفي مجموعه بتقعد تتلم حواليه ومفيش حد بيحاسب حد؟ يعني انا بقول ان من ضمن التعليمات اللي اتقالت في المعسكرات هتبقى في قوه او مواجهه مع اللاعبين في كل الاحداث اللي انت بتتكلم عليها، وفي تعليمات ان مفيش خلاص يعني هيبقى في قوه في اتخاذ القرارات مدعمه من اتحاد الكوره، وده اللي احنا اتكلمنا معاه، وده اللي احنا الفتره اللي جايه في خلال الاسبوع الجاي ده ان مستر بيري هيروح الانديه وهيتكلم معاهم ويعرفهم عشان ما يفاجئش في الملعب ان في مثلا انذارات، في طرد، في حاجات كتير جدا هتختلف عن المواسم السابقه، وهتكون في قرارات قويه داخل الملعب. يعني في توجه لالتزام كبير في ارض الملعب يا كابتن محمد، انا فاهم كده صح؟ طبعا بقول لحضرتك ان شاء الله في خلال اسبوع هيقعدوا مستر بريرا باللجنه، هنقعد مع الانديه وهيعرفوا التعليمات ويعرفوا عشان يبقى كل واحد عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه مع بدايه الموسم الجديد. في مواقف معينه شفتها في الدوري الموسم اللي فات حسيت فيها، مش حسيت ده كان واقع يعني، ان اللاعبين والاجهزه الفنيه في بعض الاوقات ما بيبقوش عارفين قانون الكوره او قانون التحكيم يعني، وما بيبقوش فاهمين قرار الحكم. هل بتروحوا تقعدوا مع الانديه، بتطلبوا الانديه تيجي تقعد معاكم، بتقعدوا مع اللاعبين تبعتهم محاضرين يفهموا ويشرحوا قانون اللعبه، ولا ده ما بيحصلش يا كابتن محمد؟ لا، ما هو في نفس القعده اللي انا بقول لك عليها مع الانديه عشان نقعد نقول لهم ان في قرارات، لا، ما القرارات دي موجوده، هيعرفوا التعديلات الجديده وهنتكلم على القانون، عشان برضو زي انت ما قلت الحته اللي احنا اتكلمنا عليها كلها واتكلمنا فيها ومستر بيري اكد عليها، لازم يعرفوا القانون ولازم يعرفوا اللي ليهم واللي عليهم، ولازم يعرفوا على الاقل تعديلات، ان في تعديلات تبقى كل سنه بتبقى الانديه مش عارفه التعديلات دي كلها. صحيح، فده ان شاء الله هيتم برضو في لقاء الانديه. صحيح صحيح كابتن محمد، انا حقيقي بتمنى لك كل التوفيق، بتمنى للجنه كمان كل التوفيق، وحكامنا المصريين الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا.